لو مش عاجب لا لا قطاع معين لا شكرا حضرتك. القطاع اللي هم عملوه ابهج الناس والصغيرين بيقصوا عليه ومبسوطين منه قوي. بدل احنا ما نصلح بنتهم الموضوع كده على طول. صلح يعني قول ايه؟ يعني ايه تقول هاتي بوسه يا بنت مش عيب عليك؟ ده في عندنا حاجه اسمها بوليس اداب. ايوه كويس؟ انا ماليش دعوه بالكلام. يا جماعه اعملوا اغاني مهرجانات شعبيه عاطفيه وطنيه دينيه. ليه احنا عايزين نفصل ما بين قله الادب وايقاع المهرجانات؟ يعني الاغنيه اللي فيها كلام محتاج مراجعه دي هي دي نتحاسب عليها، دي تبع شرطه الاداب. ايوه انما المبدع يطلع انتاجه كويس. اثنين، الراب بعد اذن حضرتك R-A-P R-Rhythmic يعني ايقاعي، A-African P-Poetry شعر يلقى على ايقاع افريقي. فما هوش غنى، ما فيش حد يقول لنا انا عرضت الموضوع في النقابه، وما حدش يقول لنا امتحنوا الرابي ده امتحان مطرب، لان ده مش طرب، ده شعر. طريقه من الغناء جديده. طريقه هي مش جديده كمان، من زمان قوي. لكنها شعر، يعني ده يروح بقى ايه اتحاد الكتاب ولا حاجه كده، ده مش تبعنا. ولغايه النهارده ما حدش راضي يقف معايا، مع ان انا بتكلم الكلام اللي هو علمي صح مظبوط تاريخي كذا كذا. انا تعالى، احنا كان عندنا اغنيه مشهوره قوي اسمها بنات كتير كده من سني. يا سلام، ايوه بيغيروا. طب فكروني والنبي لو سهل. بنات كتير كده من سني. ممكن. لا 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 لا. اكملني ايه بصراحه مش عارف ايه. وما فيش حاجه بتستخبى هنا في البنات دي ولا ايه؟ لو بعدين ايه بقى؟ ما تحسبوش يا بنات ان الجواز راح. استنى بس استنى. هقولها لك راح. ايوه. يعني لو ما كناش غنيناها بنات كتير كده من سني. اعملها لك راح. بنات كتير كده من سني بيغيروا مني وبيحسدوني مع اني مش احلى منهم بصراحه، ده عندي لبس اخير موضه ولا في الاوضه صوره لندمع عينيه سودا ومش لا 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 راب ولا مش راب؟ راب وتراب كمان. يا متعلمين بتوع المدارس. بس في حاجه بقى انا عايز اقول حاجة عليها. انا كتير قوي احب اقرا في البلكونه الصبح والاقي الولاد الصغيرين رايحين المدرسه وجايين من المدرسه بيشتموا بعضهم باقزع الالفاظ. فعملت مطلع كده ان شاء الله ما عملوش، اللي هو ايه؟ زي ما رحنا زي ما جينا، لا تعلمنا ولا تربينا. ده واقعي يعني، ده فن الواقعي. من الحياة. بس انا بقول يعني حضرتك مع التجديد ومع الانطلاق ومع كده. ما ينفعش سنة الحياة كده. ما ينفعش الصغيرين يشتموا بعضهم بكده، ده حاجات ما اقدرش اقولها. الشتيمة من أم وشتيمة من الدين. جات منين بقى؟ على فكرة احنا من الانترنت؟ لا 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 لا. التربية؟ بالأفلام؟ طبعا ده الكلام المفروض من كله يعني.